الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلمها طبعا بالدرس التاسع طبعا المفيد في الاجتماعيات، القسم الخامس ابتدائي. طبعا العنوان: السياحة رافعة لتنمية وطني. أهداف تعلماتي: أصف المؤهلات السياحية لوطني، أفسر تنوع الأنشطة السياحية بوطني، أعي دور السياحة في تنمية اقتصاد وطني. أمهد لتعلماتي: تشكل السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي نتيجة ما يتوفر عليه مؤهلات متعددة بوأته مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ما المؤهلات السياحية؟ إذا تعرفوا المؤهلات السياحية التي توفرها المغرب، ما الذي يميز الأنشطة السياحية في هذا البلد؟ ما الذي يميزها؟ أي دور للسياحة في التنمية الاقتصادية للمغرب؟ نعم، إذا نبدأ على بركة الله. عندنا هنا بداية، عندنا أصف المؤهلات السياحية لوطني. نعم، عندنا هنا بعض المؤهلات السياحية. لاحظوا: شاطئ الجبهة، شلالات أزود، أشجار الأرز، كتبة رملية مرزوقة هي، ثم هنا ممر دادس، وادي دادس. نعم، هنا عندنا أشجار الأرز، توجد بإفران، أطلس متوسط، كتبة رملية بمرزوقة، الجنوب الشرقي قرب مدينة الريصاني، شلالات أزود، إقليم آزلال، شاطئ الجبهة، قلنا البحر الأبيض المتوسط، وممر داديس، جنوب الأطلس الكبير، إقليم تنغير. ألاحظ الصورة واحد، الصورة واحد، وأستعين بما ورد في أغني مكتسباتي. نعم، أسمي المشهد في كل صورة على حدة. سمينا مايا شاطئ الجبهة، هنا شلالات أزود، هنا أشجار الأرز، هنا كثبان رملية مرزوقة، وهنا ممر داديس، وأحدد موقعه الجغرافي. نعم، أحدد موقعه الجغرافي بالنسبة لشاطئ الجبهة. شاطئ الجبهة، نعم، شاطئ الجبهة هو يوجد في الجزء الشمالي. نعم، يوجد في الجزء الشمالي طبعا المغرب، وهي منطقة ساحلية توجد الواقعة بجبال طبعا الريف، تقع في الأطلس. نعم، وشلالات الأزود، شلالات الأزود، شلالات الأزود، شلالات الأزود طبعا تقع في الأطلس المتوسط، تقع في الأطلس المتوسط. ثم عدنا الأرز، أشجار الأرز هي، أشجار الأرز تقع في الأطلس المتوسط. وعدنا الكتبان الرملية، كتبان رملية، نعم، اللي هي مرزوقة، جنوب شرق المملكة، جنوب شرق المملكة، جنوب شرق المملكة. وعدنا ممر داديس، واد داديس، مكتوب داديس، ممر داديس، واد داديس، إذن يوجد في شرق البلاد، شرق البلاد، نعم، اللي هو بالأطلس كبير وطبعا جبل صغرو إلى الشرق والجنوب. نعم، بالنسبة للسؤال الثاني الذي يقول: أتعرف موقع المؤهلات الواردة في الجدول. ها هي في الجدول، صافي بلا ما نكتبها، ها هي في الجدول موجودة. عندنا هنا أشجار الأرز، ها هي فين طبعا الموقع ديالها، ها الموقع ديالها، كتبة الرملية جنوب الشرقي طبعا، شلالات أزود إقليم آزيلال، شاطئ الجبهة البحر الأبيض المتوسط، وممر دادي جنوب الأطلس الكبير إقليم تنغير. أبرز طبعا الاختلافات بين هذه المناظر الطبيعية وأقدم تفسيرا لذلك. إذا هذا طبعا أبرز الاختلافات بين هذه المناظر وأقدم تفسيرا لذلك. إذا الإجابة على هذا السؤال نقول أن تتميز هذه المناظر باش بالتنوع، تتميز هذه المناظر بالتنوع وطبعا الاختلاف، هناك اختلاف كبير. فنجد ماذا؟ فنجد عندنا الساحل البحري، اللي عندنا شاطئ الجبهة، الساحل البحري، ثم عندنا شلالات، بحال عندنا شلالات أزود، ثم عندنا كتبان رملية، كتبان
رملية، وعندنا كذلك ثلوج، يعني غطاء غطاء نباتي، غطاء نباتي. إذا نفسروا هذا الشيء هذا، إذا نظرا للموقع المغرب الجغرافي، التفسير هو الموقع الاستراتيجي، الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، الاستراتيجي، موقع الاستراتيجي طبعا لبلد المغرب. فطبعا تنوع التضاريس، تضاريس، تنوع التضاريس، هذه أسباب رئيسية تنوع التضاريس. طبعا عندنا جبال سهول، جبال سهول، صحاري، نعم الصاد هذه صحاري، عندنا واحات طبعا في جنوب جهة وزاد، وكذلك عندنا شواطئ، هادو هما هذا اللي خلى عندنا الاختلاف والتنوع. شواطئ طبعا ممتدة، شواطئ ممتدة. إذا هذا بالنسبة للسؤال. السؤال يقول: أستخلص أهمية تنوع المؤهلات الطبيعية بالنسبة للسياح الوطني. إذا أهمية التنوع بالنسبة للسياحة هو أن هذا التنوع يشكل ميزة للسياحة. جواب بسيط، ميزة، ميزة للسياحة، يعني يتميز المغرب عن باقي الدول بهذه الميزة اللي هي التنوع ديال المؤهلات طبعا الطبيعي، ميزة. هنا أمثلة لأنواع العرض السياحي، عندنا يعني مهرجان الفروسية كما ترى، منتجات من الصناعة التقليدية، الرياضة، ممارسة الهواية، رياضة الجولف، ثم هنا صومعة حسان، هذه بعض أنواع طبعا العرض السياحي. ولاحظوا ما تمثل كل صورة، احنا قلناها أستخلص من الصور ما يعبر عن التنوع، تنوع العرض السياحي بالمغرب. الذي ما يعبر عن التنوع هو وجود مثلا مهرجان الفروسية، هناك منتجات من الصناعة التقليدية، لاحظوا الصناعة التقليدية، عندنا مآثر تاريخية، صومعة حسان، وطبعا جامع الكتبية وغير ذلك، والقبة المرابطية وغير ذلك، رياضة الجولف، إذا عندنا فضاءات لممارسة الهوايات. طبعا إذا هذا ما يعبر عن التنوع السياحي، حنا نعاودوه، وجود مهرجانات فروسية، منتجات، عندنا مآثر تاريخية، وعندنا أماكن وفضاءات لممارسة الرياضة، الهوايات. نمر إلى النشاط الثاني، هو عندنا تيقول لك إن التنوع أهم ميزة للسياحة بالمغرب، حيث تشهد تنوعا في المناطق والمناظر الطبيعية، وأيضا في الثروات الطبيعية وتنوع الثقافات. إذا برامج تطوير السياحة بالمغرب، لاحظوا المغرب طبعا تدابير الإخضاء، المخطط الأزرق 2020، العناية بالتراث والموروث، تثمين الموارد الطبيعية والقروية، التنشيط والرياضة والترفيه، مخطط بلادي. أقرأ النص، قيناه المعطيات الخطة الخمسة هذه، ثم أستخلص من النص مميزات السياحة بالمغرب. إذا مميزات تشهد تنوع، تنوع سواء في المناطق، نعم تنوع، نقاد الورقة. إذا المميزات ديالها هو كتميز باش بالتنوع، نعم فاش التنوع في المناطق، عندنا مناطق جبلية، مناطق صحراوية، والمناظر الطبيعية، مناطق، وأيضا الثروات الطبيعية، الثروات اللي عندنا، الثروات طبعا اللي هي الطبيعية، ثم عندنا تنوع الثقافات، تنوع، تنوع الثقافات. إذا هذه مميزات تنوع، أعيد، التنوع في المناطق، المناطق الصحراوية، مناطق جبلية، المناظر الطبيعية، الثروات الطبيعية، ثم تنوع الثقافات. السؤال الثاني يقول: أستخرج من خلال الوثيقة خمسة برامج تطوير، ما هذه البرامج؟ المخطط الأزرق، العناية بالتراث والموروث، تثمين الموارد الطبيعية والقروية، التنشيط والرياضة والترفيه، ومخطط بلادي. هذا هما برامج تطوير قطاع السياحة المغرب. أوضح من خلال فقرة أغني مكتسباتي الإجراءات المتخذة في كل مجال من مجالات تطوير السياحة المغرب. إذا نمشيو لأغني أغني مكتسباتي، نعم سأبحث عنها، ها هي. إذا أهم مجالات قلنا المخطط الأزرق، شنو داروا؟ تهيئ محطات شاطئية مندمجة، تقديم عرض شاطئي تنافسي.
إذا هذه هي الإجراءات. العناية بالتراث والموروث، إبراز الهوية الثقافية المغربية، يعني تثمين التراث المادي والغير المادي، سأقوم بشرح ذلك، تأهيل المآثر التاريخية بالمدن العتيقة، القصبات، القصور، نعم، تثمين الموارد القروية الطبيعية والقروية، احترام الأصالة الاجتماعية، نعم، والثقافية والجماعات المضيفة، التنشيط والرياضة، الترفيه، إنشاء مشاريع ترفيهية كبرى، ملاعب وغير ذلك، مسابح، مخطط بلادي، استجابة تطلعات السياح المحليين، إعداد قرى جديدة بالهواء الطلق، نعم. إذا هذا هي الإجراءات المتخذة، هي عندنا هنا غير نستعرضها نقولوها. أقدم مثالا أو أكثر من بيئتي، نعم، أقدم مثالا أو أكثر من بيئتي القريبة على الاهتمام الذي توليه الدولة بخصوص التراث المادي والغير المادي. إذا شنو هو التراث المادي والغير المادي؟ خصنا نعرفوه. التراث المادي تمثل في الآثار والمباني والأماكن الدينية والتاريخية والتحف، ويتم الحفاظ عليها دراسة التاريخ البشرية مثل القصبات والأصور. إذا مثلا حسب المنطقة، حسب ما تسكن أنت أيها التلميذ العزيز، فمثلا اللي كيسكن في مراكش ولا هذا مثلا، فكاين هناك مآسي قبة المرابطية، فالدولة تقوم مثلا بالترميم ديالها والإصلاح ديالها، أو كل مآثر التاريخية. التراث الغير مادي كل أشكال التعابير والتقاليد الجماعية والموروثة عن الأسلاف مثل الفنون والآداب، فطبعا كل التعابير والتقاليد الجماعية الموروثة. فطبعا الاهتمام اللي توليه الدولة بخصوص التراث هذا، مثلا إنشاء حفلات، إنشاء تقاليد القديمة، مثلا عندنا احنا الولي الصالح سيدي عيسى مثلا وغير ذلك. كما قلنا قبل قليل، طبعا مجال تطوير السياحة المغرب، عندنا هالمجالات وهنا الإجراءات المتخذة وقريناها قبيلة. الآن سنمر إلى النشاط الثالث، أعي دور السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني. إذا مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية للمغرب، طبعا كيف ذلك؟ جلب العملة الصعبة، توفير الشغل، وبالتالي توفير الشغل يعني تخفيض عدد الطالبين، عدد العاطلين، إذا لو وفرنا الشغل كنخفضوا من عدد العاطلين. أقع خطة خمسة، الوثيقة خمسة، وأستعين طبعا بأغني مكتسبات، ثم أستعرض مجالات مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني. إذا مساهمة السياحة في الاقتصاد هي جلب العملة الصعبة، توفير الشغل، تخفيض عدد العاطلين. الجواب هو هنا، جلب العملة الصعبة، توفير الشغل، تخفيض عدد العاطلين. القطاعات التي تتطور بفعل طبعا النشاط السياحي، طبعا كنا عندنا قطاع البناء، أولا قطاع البناء يتم التطوير ديالو، قطاع البناء، نعم، ثم كذلك الصناعة التقليدية، قطاع الصناعة التقليدية، نعم. إذا يتم طبعا هذوما القطاعات التي تتطور بفعل النشاط. أستخلص طبعا دور السياحة في التنمية المستدامة للمغرب، طبعا إذا الدور ديال السياحة في طبعا تطوير التنمية في التنمية المستدامة للمغرب، أولا عندنا توفير يوفروا لنا الشغل للأجيال الحالية، توفير الشغل للأجيال الحالية التي تعيش الآن، ثم الحفاظ على طبعا الموروث الحضاري، والحفاظ على طبعا الموروث الحضاري للأجيال القادمة، للأجيال القادمة، لأن شنو هي التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة يقصد بها التدبير المسؤول للموارد توفر عليها الكرة الأرضية بشكل يسمح بالمحافظة على المصالح القادمة مع الاستجابة في الوقت نفسه لحاجات الأجيال الحالية. أغني مكتسبات، هذه مهمة، استقبل المغرب 13 مليون سائح بنهاية 2019، وتشكل السياحة مصدرا هاما للعملة الصعبة 78.6 مليار درهم سنة 2019، وتساهم كذلك في توفير مناصب الشغل، هي 750 ألف مرسى عمل، وتطوير قطاع البناء ودعم الصناعة التقليدية. إذا القطاعات التي التطوير ديالها هي قطاع البناء وقطاع الصناعة التقليدية بالدرجة الأولى. أكتب هنا، قالوا لنا أكتب بضعة أسطر من خلال مؤهلات الطبيعة التي يزخر بها المغرب لجلب السياح، طبعا لجلب السياح. قد نقول مثلا يزخر المغرب طبعا بمجموعة من المؤهلات الطبيعية،
طبعا تتمثل في الشواطئ وطبعا الغطاء النباتي والكثبان الرملية الصحراء. فتتعدد المؤهلات السياحية لمنطقة المغرب، حيث يتميز كذلك بموقع جغرافي ومناظر جذابة وتضاريس متنوعة من جبال وسهول وصحاري وواحات وشواطئ ممتدة. سأكتب ذلك وأضعه في علبة الوصف. إذا أبرز مساهمة القطاع السياحي في جهود التنمية الاقتصادية. فيساهم القطاع طبعا السياحي